خرجت مثيرة لنواب برلمانيين أثارت جدلا داخل وخارج مبنى زيغود يوسف مؤخرا. هم نواب يصنعون الحدث مع كل مداخلة. هشام شريف. أمام النظرة القاتمة التي يرسمها الجزائريون حول ممثلهم بقبة البرلمان، بدأت فئة من نواب الشعب تكسر روتين جلسات قبة زيغوت يوسف. خرجات غريبة، تصريحات بعبارات عامية أقرب للغة الشارع. سي سبيسيفيك هو الأشهر. أنا راني الرئيس، أنا من احتراماتي بانشرط الزميل تاعي. هذه وزارة التجارة، راني من دخلت كنايب نشوف فيها سي سبيسيفيك وزارة التجارة. الثلاثي الخطير تحت قبة البرلمان نادرا ما يلتقي، وهو حال الحبيب زقاد. ويليكم الكلمة، اضربوا الشيطة عندكم من تل 31 وتتحلى بالبرلمان. النائب بدون انتماء سياسي، وزراء يتحاشون ملاقاته، لسان لاذع وبدون خطوط حمراء، وحتى العربي ولد خليفة لم يسلم منه. كثير من الاتهامات نتاعك ما عندها دليل، ما عندهاش. إلياس سعدي النائب الأفلاني هو الآخر كسر كل الأعراف. قبيلة تقول أسبان ما ليش عارف شنو، هذه يتحكموا فيها، يتحكموا فيها الأمريكان ويتحكموا فيها اليهود، لا يحبوا يديروها لنا يديروها لنا. فما تعليق النخبة المتابعة لخرجات البرلمانيين؟ أعتقد أنه في ظل العزوف الشعبي عن هذا البرلمان، وفي ظل الصيحات المبحوحة التي يطلقها هذا البرلمان دون أن يرتقي إلى مستوى الضغط على الحكومة، ودون أن يرتقي إلى مستوى تأكيد دوره في الرقابة والتشريع، أصبح النواب يبحثون عن من يستمع إليهم بطرقهم الخاصة. وأعتقد أن أسلوب الفكاهة والضحك أصبح هو الذي ينشط انتباه الشعب، وأظن أن هذا هو المبعث الحقيقي. هو ذا برلمان الجزائر بتناقضاته، شيئا فشيئا أصبح يجلب انتباه الجزائريين فيها. خرجات نواب يتابعونها للضحك في غياب أي بدائل.